سبق المحتجون وصول رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى إلى محكمة سيدي محمد ورفعوا شعارات تطالب القضاء بالانتصار للشعبي بعد دعوة غير مسبوقة من القضاء الجزائري لرئيس حكومة سابق ومحافظ بنك الجزائري السابق وزير المالية الحالي محمد لوكالا. تحرك القضاء جاء عقب أوامر أصدرها الجيش بمحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب، خطوة مهد لها بنك الجزائر الذي تبرأ في بيان له من عملية طبع النقود بمبالغ تجاوزت القانون. اليوم نقول لقضاتنا لقد حملكم الشعب والجيش مسؤولية عظيمة، وهي مسؤولية محاسبة هؤلاء السراق. هذا يحيى اللي استخسر فينا الأورت، اليوم إن شاء الله نرى فيه يوما أسودا. أؤكد وأزيد أؤكد، اليوم راه متهم، وهذه عبارة عن الصحافة اللي تحب تلعب الحبلين وتقول شاهد. اليوم راه متهم ولازم يحضر القضاء ويطبق عليه القضاء. إطارات من التجمع الوطني الديمقراطي خرجوا للاحتجاج ومطالبة الأمين العام أحمد أويحيى بالاستقالة وتحرير الحزب. نحن لا نريد هذا الشخص على رأس حزبنا، ولا نريد هذا الشخص لا في الواجهة ولا خلف الستار. السيد هذا أثبت ولاؤه لقوات أجنبية، عميل يخدم أجندة معينة، يخدم طغمة معينة داخل البلاد. أحزاب المعارضة وشخصيات أخرى رفضت دعوة رئيس الدولة المؤقت لعقد ندوة حوار وطنية، فيما تعرضت أحزاب أخرى لسيل من الانتقادات وصلت إلى حد التخوين بسبب موافقتها على المشاركة. فتحنا حوار مع الجميع وفتحنا أبوابنا للجميع ونناقش مع الجميع، لأن كل ما أغرقت أبواب الحوار نفتحوا أبواب العنف، لأن الحوار هو أساس نجاح كل عمل سياسي. تصاعد الضغطين الشعبي والسياسي على رجالات النظام جعلهم بحسب مراقبين مخيرين بين الانسحاب أو المحاسبة. استدعاء رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي للمحاكمة في قضايا فساد يؤكد مضي المؤسسة العسكرية في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، كما يطالب الحركة خطوة ستضغط أكثر نحو الانتقال الديمقراطي المنشود. أسامة عبد النور، عاصمة الجزائرية، الميادين.